واحدة بتسأل المكياج يليق ام لا يليق. ان جت للحقيقة في بنات وستات ما يحتاجوش المكياج، ربنا كده يعني انعم عليهم بعدم الاحتياج للمكياج، وفي البعض بيحتاج. اللي بيحتاجوا على نوعين، نوع يسبكوا المكياج بحيث يبقى طبيعي جدا، ونوع ما يعرفوش يسبكوه يبقى باين كده مفتعل ومصطدع وغير مقبول. وانواع المكياج، انا فاكر اول مرة نزلت من الدير وبعدين واحدة فاتت علي تسألني سؤال روحي، فبصيت لقيت وشها عينيها معمولة اخضر مش الاسود، يعني صار اول مرة في حياتي اشوف الناس عينيهم خضر يعني يتكحلوا باخضر. لسه الحكاية دي موجودة؟ لا موجودة. في ناس لهم العيون الزرق، وناس لهم العيون الحمر، وناس لهم العيون السود، وانواع واشكال. ففي امور بتبقى غريبة جدا ومش معقولة. فيبقى اذا احتجت الى مكياج خليه معقول، لا زايد على حده ولا مصطنع ولا باين، ويبدو كما لو كان طبيعيا